السلام عليكم شباب، ان شاء الله جميع بخير. اليوم جيناكم بفيديو جديد. معنا سياره اليوم فورد اس ماكس موديل 2006. بدنا نركب لها الشاشه، تعمل بنظام الاندرويد. طبعا هاي الشاشه تدعم مخارج يو اس بي، مخرج كاميرا خلفيه، مخارج سب اوفر، بالنسبه لفيها بلوتوس واي فاي، مثلها مثل الموبايل اللي عم تشوفوني هلا انتم منه. طبعا ركبنا بفيديو سابق لفورد اس ماكس شاشه بقياس 9 انش، اليوم راح اركب بقياس 7 انش. الفرق بيناتهم التنتين بيركبوا على نفس السياره، بس ولكن يعني ترجع على ذوق صاحب السياره اي نوع حاب هو يركب. طبعا هذا موديل الراديو الاصلي هون. هلا السياره القديمه اللي ركبناها كان موديل الراديو الاصلي تبعها بيختلف عن هذا، بس بالنهايه تنتين نفس الشيء، هاي بتركب لهي الشاشه والثانيه بتركب لبعض، تنتين بيركبوا بعض، بس بنحتاج كفر جديد لحسب نوع الشاشه يلي بدنا نركبها. بالاضافه راح اركب كمان كاميرا خلفيه، هاي بتيجي مكان ضوء النمره، منظر احلى، جماليه افضل، زاويه رؤيه ممتازه. فهلا خليكم معنا نشوف طريقه الفك والتركيب كيف راح تكون النتيجه النهائيه. الاصلي بالمفاتيح الخاصه فيه. طبعا هاي الحركه فيكم تعملوها بالبدايه قبل ما تفكوا اي شيء، فيكم تفكوا الراديو الاصلي بعدين تبلشوا بفك القطعه الثانيه، او فيكم تعملوها بعد ما تفكوا القطعه مثل ما عملنا احنا بعدين فكينا الراديو. Thank you.
جماعة الخير، أخذنا خط الكاميرا الخلفية كالعادة، مشيناه على كنار السيارة، مرقناه بهالجتلة هاي، طلعنا من هون، لكم عنا طالع هذا هو، مشيناه طبعا هون ربطناه بشكل جيد، الكاميرا صارت راكبة مكانها، شوفوا الجمالية مش ظاهرة، مكان ضو النمرة جاي، طبعا هون عنا خط الفيديو وخط الطاقة. أخذنا خط الكهرباء من لمبة الرجوع الخلفي، عنا أول واحد اللي هو الموجب وهذا هون السالب. خط الريسيفرنج أخذناه كمان من خط لمبة الرجوع الخلفي، بما أنه الشاشة ما فيها كان بوس فلازم توصلوا خط الريسيفرنج أو خط الباك مشان تفتح الكاميرا الخلفية وقت تركبه أناري. هون يا جماعة الخير بعد التوصيل، طبعا هاي الشاشة الكبال RCA كله جاي مدمج مع الشاشة، عندنا كابل كاميرا خلفية، كابل الريسيفنج اللي قلنا لكم عليه بالفيديوهات السابقة، كبال RCA كله هون موجودة، الأنطين وسط الطاقة الأساسية كله كامل، نركب ونشوف النتيجة كيف راح تكون معنا. هون يا شباب بعد التركيب مثل ما شايفين كله طابق مكانه أساسي بدون أي مشاكل، طبعا ما راح أشرح عليها كتير لأنه نفس اللي نركبهم بالعادة. عندنا هون أمور الضبط، عندنا البلوتوث، مداخل الصوت، وصل الموبايل على الشاشة نفسها، وصلات اليو اس بي، بالإضافة في عندنا الشاشة بتاخد سي دي بس ولكن ما راح يضل يستعمل سي دي، عندنا الراديو. Servus, du Spurmeister. Hans Krankl, du. Ach, Hansi, lass das lieber mich. عنا الجي بي اس الايجو من دون انترنت بيشتغل معنا، طبعا كمان ما راح نشرح عليه، شرحنا عليه كثير في فيديوهات سابقة، يعني موجود كل شيء فيها. نشوف الكاميرا الخلفية، كاميرا خلفية صورة جيدة، زاوية رؤية كبيرة، بالنسبة للحساسات الأساسية كمان بيظلوا شغالين معنا. هون يا شباب مكان الكاميرا الخلفية، شوفوا كيف مخفية مش ظاهرة، جمالية أحسن.